اليوم إذا وصلت القناة البي ان إلى هذا المستوى، فأنا أعتقد أن السبب من القنوات الأخرى، لأن ابتعدت من المنافسة على البطولات. فإن شاء الله يعني كل البطولات القادمة في المطروحة في السوق، إذا أنا بتكلم عن قنوات أبو ظبي الرياضية، أبو ظبي الرياضية راح تكون حاضرة وراح تنافس على جميع البطولات. وأكيد هذه البطولة بطولة مهمة وبطولة رئيسية، وتحمل اسم غالي على شعوب المنطقة العربية، فمن واجبنا نحن أن نحن يعني ندعم هذه البطولة وننجحها، بحيث أن نرتقي بمستوى الكرة العربية، وأيضا نرسل رسالة كيف كرة القدم ممكن تجمع الشعوب. وأنا أعتقد أن هذه أفضل خطوة صارت في الوقت الراهن في الأحداث اللي تدور في العالم العربي، أن تكون في بطولة عربية على مستوى كرة القدم تجمع الأندية وتجمع جماهيرها كلها تحت مظلة واحدة. إن شاء الله. في سؤال آخر؟ أتفضل الأستاذ هنا، ولا تفضل تفضل، الصديق وقف، معلش تفضل. أحمد الأحمر، جريدة الجمهورية. هو السؤال لي شقين. أول شق، موعد البطولة كان أعلن من قبل أنه هيبقى في خلال شهر 7، وده بيتعارض مع الأندية العربية في أفريقيا اللي بتشارك في بطولات أفريقيا في التوقيت ده، هل تم تنظيمه؟ دي أول نقطة. النقطة الثانية خاصة بحضور الجماهير وملاعب المباراة، هل تم حسمها أم لسه الأمور لم تحسم؟ بالنسبة الفكرة الأولى، موعد البطولة أكبر عائق كان لعودة البطولات العربية التوقيت. حنا الحمد لله بالتوقيتات الجديدة هذه راعينا كل الأجندات المحلية والقارية والمشاركات القارية عشان ما نتعارض معها. الحمد لله في الفترة هذه صار في تنسيق مع الاتحادات الآسيوية والأفريقية، إن شاء الله ما تتداخل البطولات مع بعض. أما في مصر بالنسبة مع الأستاذ هاني ومع الإخوان في مصر، إن شاء الله تم التنسيق على كذا، وبإذن الله بيكون الجماهير حاضرة بإذن الله. تفضل. السلام عليكم. منتصر الرفاعي، مؤسسة أخبار اليوم. سؤالي لسمو الأمير تركي بن خالد، بعد التعاون المشترك ما بين شركة بريزنتيشن وصلة، هل تتوقع حضرتك يبقى في تعاون في المستقبل على مستوى المنتخبات؟ ده الشق الأول. السؤال الثاني، دائما في الأوطان العربية يعني بيبقى عندنا حاجة اسمها جلد للذات، كيف ترى حضرتك تجارب الشركات الوطنية سواء في السعودية أو في مصر، شركات الرعاة تجاربها الناجحة تحت حتى يعني تعاون مشترك عربي مع مظلة إماراتية سواء عن حقوق البث الفضائي، كيف ترى حضرتك التجارب الناجحة وكيفية دعمها في المستقبل؟ ان شاء الله احنا همنا الان تكون التجربه هذه ناجحه، وباذن الله الباقي راح يجي بالطريق. يعني البطولات العربيه في الفتره الماضيه كان يعني مشكلتها تداخلها مع زي ما ذكرت من شوي الاخ مع البطولات وطريقه تنظيمها. الان الحمد لله بالصوره الجديده بيكون لها تنظيم كامل. البطولات الانديه الحمد لله تمت الان امامكم، المنتخبات بيكون لها نفس الطريقه. عموما باذن الله نكون، الله يوفقنا ان شاء الله مع الاخوان في الشركات الراعيه وفي الشركات الناقله، نقدم منتج يليق باسم العرب واللي يستحقونه بتقديم الكره العربيه لهم باذن الله. مين في؟ تفضل. مين؟ تفضل. السلام عليكم. استاذ احمد صادق دياب، صديق عمر، مش فاكرني، اخوك عز الدين الكلاوي، كاتب صحيفه الرؤيه والانتماء الاصلي للاهرام. طبعا تشرفت على مدى سنوات طويله بالتقارب مع صاحب السمو الملكي الامير تركي والاخ الفاضل الاخ العزيز محمد المحمود رئيس مجلس اداره ابو ظبي للاعلام، وعارف الحقيقة ما يجمعهم أشياء كثيرة، يمكن الاهتمام بالإعلام، لأنه محدش يعرفه أن سمو الأمير معاه ماجستير في الإعلام من الولايات المتحدة وهو خبير إعلامي، يعني إلى جانب صفاته الكروية وخبرته الكبيرة. أنا الحقيقة عندي يعني نوع من الرجاء
انه هذه البطوله بدايتها بدات في التصفيات الحقيقه ومحدش يعرف عنها حاجه، فكان المفروض يبقى في كامبين اعلامي، حمله اعلاميه كبيره من بدري تصاحب هذه البطوله، لانه محدش تابع يمكن التصفيات، محدش عارف تفاصيل الادوار النهائيه. فارجو من القائمين على هذا التحالف وكلهم اعلاميين كبار ان يبقى في استراتيجيه اعلاميه وحمله اعلاميه لهذه البطوله، ويعني نحس بيها فعلا عشان الاعلام يقدر يقوم بدوره في هذه البطوله. سؤال ثاني موجه لسمو الامير. الحقيقة أنا كان لي شرف كمان حضور آخر بطولة الكأس المنتخبات العربية في جدة سنة 2012، وكان حقيقة مشاعر عربية كبيرة جدا بتنتابنا وإحنا بنغطي هذه البطولة. متى بالتحديد سمو الأمير ترى النور أيضا بطولة المنتخبات العربية؟ شكرا. شكرا على السؤال. أنت لا بالنسبة لل مثل البداية الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص الحملة الإعلامية والبرنامج المصاحب للبطولة، فعلا حقيقة تركيزنا على البطولة المقامة في مصر هو التركيز الرئيسي، لأنه هو التجمع والمحفل اللي كل الدول وكل الشباب العربي بيتابعوا. أوعدك وإن شاء الله من خلال الشراكة مع الأخوان في برزنتيشن وأون تي في وأبوظبي، حترى إن شاء الله انطلاقا من شهر مايو حترى الحملة الكامبين لين البطولة العربية إن شاء الله اللي في جولاي. أما بخصوص المنتخبات فأعتقد أنه بالنسبة للمنتخبات العائق الوحيد الآن عن طبعا الجميع يعي أهميتها وانتظار الجميع للمشاركة في بطولة المنتخبات العربية، ولكن إلى الآن قاعدين نشوف مع الإخوان في الاتحاد العربي والتوقيت المناسب. يعني تعرف الأجندات المنتخبات إلى عام 19 يمكن مليانة ولا في فراغات أبدا. حنا مبدأنا في الاتحاد العربي احنا نكون إضافة ما نكون حمل، يعني نبغى نصير إضافة للمنتخبات، إضافة للأندية المشاركة، ما نكون عبء عليها وتعارض معها مع المشاركات المحلية ولا القارية. وبإذن الله نوصل إلى فورمولا معينة، تركيبة معينة، إلى أن يكون في بطولة قوية جوائزها كبيرة زي اللي حاصل مع الأندية، ولكن في نفس الوقت نافعة ولا هي متداخلة مع البطولات المحلية والقارية. وبإذن الله إن شاء الله بتعاون الإخوان قريبا إن شاء الله بتسمعون توقيت بإذن الله. شكرا. في سؤال آخر؟ تفضل أستاذ. معلش أستاذ تفضل، سدي له الميكروفون لحظة لو سمح. يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية. الاتحاد العربي تاريخيا بطولاته كلها لا تكتمل، في مشاكل كثيرة تصاحب البطولات اللي يقيمها الاتحاد العربي تحديدا. اوكي، نحن نتفق ان هذه البطولة الجديدة هي الاغلى في البطولات اللي تقام على مستوى المنطقة، لكن على مستوى البطولات السابقة يا انها تتوقف، يا ان ما في روزنامة واضحة، يا ان في مشاكل وانسحابات. ما هي الاستراتيجية الجديدة سمو الامير عندكم في الاتحاد العربي لاستمرارية هذه البطولة اللي راح تبدأ في شهر 7؟ احنا اخوي يعقوب اللي خلانا يعني يمكن في انتقادات ان تأخرنا شوي باعلان البطولة، احنا نبغى نغطي المواضيع اللي تتكلم عنها الان. يعني حرصنا جدا ما تعود البطولة الا بوجود، يعني ما كان الهم عودتها فقط ولكن عودتها بالطريقة وتلافي الاخطاء السابقة. بالنسبة سعينا إلى أن اتفقنا مع شركة صلة والآن مع برزنتيشن إلى ما صارت متداخلة، ما صارت عبء على الأندية والاتحادات المحلية. بالإضافة إلى هذا في شهر نوفمبر الأخان بريدة وأنا رحنا ذهبنا المقابلة رئيس الاتحاد الدولي، اتفقنا مع الاتحاد الدولي يكون في تعاون بين لجنتين الانضباط والأخلاق ولجنة الانضباط ولجنة الأخلاق والقيم على التعاون وعقد اتفاقيات معهم. يعني من الآن ورايح بإذن الله أي مخالفات أو أي انسحابات أو أي مشاكل في بطولات الاتحاد العربي راح تسري عقوباتها على البطولات المحلية والقارية زي ما يصير الآن من البطولات القارية بإذن الله. هذه خطوة كانت كبيرة جدا ومهمة،
احنا الان ما زلنا في طور يعني كتابه الاتفاقيات بين الاتحاد الدولي على تطبيق هذه الانظمه، وباذن الله هذه بتحصن البطولات. يعني احنا يجب على الانديه كلها المشاركه بيكون في اتفاقيات participation agreement، يكون من ضمنها الموافقة على هذه الشروط، يعني كلها تخضع لأنظمة الفيفا وأنظمة الاتحاد الآسيوي والأفريقي، تحميها من الانسحابات والمشاكل اللي كانت تصير، الانسحابات والمشاكل اللي كانت تصير لعدم وجود الرادع. خلنا أقولك حنا يعني يصير نفس المشكلة في بطولات الاتحاد الآسيوي أو الأفريقي، تلقى الجميع ملتزم ولا يتعدى حدوده ولا ينسحب، ولكن تصير في بطولات العربي ينسحب عشان ما كان في ردود فعل أبدا. الآن نفس الاتفاقيات إن شاء الله مع الاتحادات القارية والفيفا، راح إن شاء الله أعطانا وعد إن شاء الله أن إحنا يكون في تعاون بيناتنا، والله يوفقه. بالنهاية يعني الجميع يعني إذا حس بالمسؤولية. البطولة العربية والأندية تقام في مصر، ومصر محتاجة أن الأشقاء العرب يجوا في شهر 7 إن شاء الله، غير أن هم يتمتعوا بالبطولة، يتمتعوا بالجو في مصر، سواء في برج العرب، سواء في اسكندرية، سواء في القاهرة. فدي صراحة السعادة يمكن بالنسبة لي أكبر كمان من البطولة. الحاجة الأخيرة، إحنا إن شاء الله بإذن الله بيننا وبين أبو ظبي يعني اتفاق استراتيجي في حاجات كتيرة جدا، شريك استراتيجي حقيقي. تاني حاجة تحصل معاهم، فما كانش ورق بس إحنا بنمضيه، فإن شاء الله في، أنا بوعد جماهير مصر كلها إن في حاجات ومفاجآت، عشان هو الجمهور المصري والعربي يستحق إن هو يحصل على خدمة جيدة ومشاهدة جيدة، وإن شاء الله كل حاجة بوقتها تتقال بإذن الله. شكرا. بس إذا بسمحوا لي الإخوان وسمو الأمير، أبغى أوضح نقطة مهمة يعني على أساس إن الموضوع يكون واضح للإخوة الحضور. يمكن فكرة إقامة البطولة العربية في هذا الوقت ومدى مصداقيتها لدى الأندية ولدى المؤسسات الإعلامية، أنا بس بذكركم نقطة بسيطة. نحن في العالم العربي لله الحمد عندنا منتج كروي مهم، لكن عملية الترويج عنه وإقامة البطولات في أوقات منظمة وبطريقة احترافية يمكن بدأت عندنا بس من الفترة البسيطة. في 3 نماذج صارت في الفترة الأخيرة: السوبر السعودي اللي صار في لندن، والسوبر الإماراتي اللي صار في القاهرة، والسوبر المصري اللي صار في الإمارات السنة الماضية. هذا أعطانا دليل واضح أن اليوم المنتج الكروي في الدول العربية منتج مهم جدا، ونقدر بدعم بطولة بحجم البطولة العربية هذه أن نحن نوصل إلى مستوى بطولة عالمية. فلهذا السبب التحالف اللي موجود اليوم بين المؤسسات الإعلامية وبين الاتحاد العربي من قناعة تامة أن كرة القدم منتج مهم في العالم، ومنتج مهم في العالم العربي. العالم العربي محتاج في هذا الوقت ما يجمع الشعوب وما يجمع الجمهور على فرحة، على متعة. فأعتقد أن البطولة العربية واجب علينا أن نحن ندعمها ونكون متواجدين، وأنا ما عندي أي شك في كل الفرق العربية أن مجرد ما تتوجه لها الدعوة بحكم فوزها بالدوري المحلي في بلادها أو دعوة للمشاركة ما راح تتردد. بالعكس، أنا ما أعتقد أنه راح يكون في انسحابات. ويمكن نحن شخصيا في أبو ظبي الإعلام أول ما طرحت الفكرة علينا على طول تشجعنا لها، وبدون ما ندرس الموضوع بدون ما نتردد، لأن كرة القدم اليوم في العالم العربي محتاجة وقفة الجميع ومحتاجة المؤسسات الإعلامية. شكرا. محمد كامل تحب تعلق على الأستاذ؟ بس هعلق على كلام الأستاذ محمد المحمود في فكرة كرة القدم والمنطقة العربية. أنا يمكن الكلمة دي أنا بقولها فترة طويلة، فكرة إنه إحنا أولادنا بقوا دايما بيتفرجوا على الكرة اللي بره أكتر، فإحنا كل الناس اللي على الترابيزة دي متفقين إنه إحنا بدأنا نشوف إيه حالة المتعة اللي بره أكتر علشان نجيبها هنا. احنا في مصر عملنا السوبر الاماراتي، والجمهور المصري شاف اكتر ناديين اماراتيين بيلعبوا كوره،
بدأنا نحس ان الناس بدأت يعني تشوف الكرة العربية اكتر. احنا مقصرين وانا بدعي ذلك علينا احنا كشركات حقوق وشركات تسويق في كرة القدم، احنا مقصرين في عملية تسويق كرة القدم العربية اكتر، ويمكن هو ده اللي خلانا نبقى موجودين وخلانا نتحمس جدا ان احنا نشتغل في البطولة دي، لانه فعلا الكرة العربية محتاجة لحالة تسويق وحالة انتعاشها اكبر. احنا اولادنا النهاردة اللي بيشجع فريق من هنا واللي بيشجع فريق من هنا بره الوطن العربي، ده مش حاجة بالنسبة لنا مفيدة حتى لصناعة كرة القدم. صناعة كرة القدم هتزدهر أكتر لما أولادنا الصغيرين يبقوا بيشجعوا هنا في الإمارات أندية، وبيشجعوا في السودان أندية، وبيشجعوا في المغرب أندية، وبيشجعوا في مصر أندية. ده اللي هيعلي الصناعة ويكبر الصناعة، إن احنا نخلق جيل جديد من المشاهدين العرب اللي بيتفرجوا على الكرة العربية. وبصراحة أنا مش هنكر لكم، أنا ما كنتش بتفرج على الكرة الإماراتية بصراحة. أنا دلوقتي بقيت لا متابع ومتابع جيد، ممكن بقالي حوالي 13-15 يوم بسبب الماتش بتاع السوبر المصري موجود هنا. لا كرة جميلة وكرة ممتعة، شكل نقل تلفزيوني رائع، فمن حقنا إن احنا نسوق. وده حصل فعلا في مع مجموعة أبو ظبي الاتحاد اللي بينها وبين أونو سبورت، وبدأنا نتفرج على الكرة المصرية على أبو ظبي الرياضية. واعتقد يعقوب صديقنا هيجيب الدوري المصري وهنتفرج عليه على ابو ظبي الرياضيه، وهو ده اللي احنا شايفينه، ده المستقبل، ان احنا كلنا نتحد ان احنا نسوق الكره العربيه بشكل اقوى. بالنسبه للمشاركات الانديه، يمكن الموضوع مع زي ما سمو الامير قال انه الاهلي والزمالك بس من مصر هم اللي هيشتركوا في النسخه الجايه، ما اعرفش في النسخ القادمه ان شاء الله يبقى في فرص لانديه اخرى تشترك، ده بالتعاون مع الاتحاد المصري لكره القدم. بالنسبة لنقطة الجمهور، أعتقد إحنا معنا موافقات سيادة سمو الأمير والاتحاد العربي معهم موافقات بحضور جماهيري في مصر. وعلى كل الحالة كرة القدم، وأنا عايز أدبس أبويا المهندس هاني بريدة في الجملة اللي جاية دي، إنه على كل الحالة الموجودة سواء حالة كرة القدم المنتخب المصري أو ماتش السوبر اللي هنشوفه إن شاء الله بإذنك رب بكرة، ما أعتقدش فكرة إن الجمهور يبقاش موجود. أعتقد هيبقى فيه شغل أكتر الفترة الجاية إنه يبقى فيه عودة جمهور، وعلى البطولة العربية هنشوف الجمهور المصري بيتفرج على الكرة. وخلوني أبقى واحد من الموجودين إن شاء الله، إحنا بنوعد المشاهد العربي إنه هيشوف بطولة عربية قوية جدا، بطولة بتجمع بين برودكاستر ناس بيعملوا بث فضائي بشكل عالي جدا، أبو ظبي رياضية وأونو سبورت، اللي أنا في خلال الكام يوم اللي فاتوا الحالة المشتركة الموجودة بينهم والبث المشترك ده خلانا نشوف كرة شكل حلو جدا في البث. وإن شاء الله التعاون اللي بين برزنتيشن وصلة يخلونا نشوف شكل جديد في الصناعة من حيث الرعاة الأون جراوند والرعاة اللي في كل المجالات. شكرا. شكرا استاذ محمد كامل. تفضل يا انس. تفضل انت. احمد عطا، رئيس تحرير النسخه العربيه موقع جول بريطاني. انا عندي سؤالين. السؤال الاول سمو الامير تركي، يعني البطولات القادمه ان شاء الله هل برضو سيتم اعتماد على شعبيه الفرق، ام ممكن يتم الاختيار بين بطل الدوري وبطل الكاس؟ ممكن ده ممكن يكون في بعض المخاطرات ان ممكن بعض الفرق اللي ملهاش شعبيه كبيره. وكمان هل تم التواصل مع باقي الدول العربية إمكانية مشاركة أندية أخرى من يعني زي الجزائر مثلا أو الدول كبيرة مهمة كرويا، هل كان في تواصل وهل كان رد إيجابي أم لا، أم تم قصر البطولة الأولى عشان خاطر يتم بعد كده إطلاق بطولة أكبر من حيث عدد الأندية؟ السؤال الثاني موجه ليا إما سعادة الأستاذ محمد محمود أو أستاذ محمد كامل، وهو أي وجه التعاون ما بين أبو ظبي وبرزنتيشن ماليا في إنتاج البطولة، يعني الصرف على البطولة ده ماليا حصل إزاي؟ ويعني ممكن لو في تفاصيل تقدروا تكشفوا عنها نكون شاكرين لكم. مرسي جدا. شكرا على السؤال. أنا كان في موضوع أبغى يعني أشرحه، والحمد لله سؤالك هذا أعطاني الفرصة. بالنظام الاتحاد العربي البطولة العربية يكون فريق واحد من كل دولة. نجي مثلا مصر الآن عندها فريق مشاركة، بيكون عشان الدولة المضيفة تكون بطل مصر والفريق المستضيف على هذا الأساس. السعودية عندها فريقين مشاركة عشان في تركيبة معينة عاملينها معقدة شوي، ولكن في أربع الفرق الأولى حسب تصنيف الفيفا هذول يسطون على طول النهائيات من غير ما يكون ما يدخلون تصفيات.
اللي حصل هذه السنة في واحدة من الدول الأربعة اللي هي قطر اعتذرت عن المشاركة في النسخة الأولى، صارت التعويض لها من الدول الأربعة اللي كانت رقم واحد في عرب آسيا الآن حسب التصنيف اللي هي السعودية. لو اعتذرت السعودية بتروح لدولة ثانية اللي هي الأمارات، ترشح دولة ثانية أو الثالثة الأردن مثلا حسب التصنيف. ولكن احنا الفكرة ما فيها على شعبية الأندية، الفكرة على بطل الدوري أو بطل الكاس. الاتحاد المحلي له خيار بين أربع فرق، بطل الدوري أو بطل الكاس وصيف الدوري وصيف الكاس، على هذا الأساس. وكل الفرق المشاركة الآن على هذا الأساس. في دولة أو دولتين ما أبغى أذكر اسمها عرضت فرق أكثر شعبية من اللي شاركت، ولكن كانت تم الرفض يعني عشان هذا النظام، يعني كان مصلحة البطولة يمكن يكون فيها أكثر فرق شعبية من الموجودة، ولكن عشان النظام زي ما ذكرنا في البداية لن يكون هناك استثناءات وإن شاء الله. أما على عدد زيادة عدد الفرق هذا بنشوف بعد التجربة الأولى، ممكن يصير زيادة، ممكن يصير فيه تركيبة معينة، ولكن حنا الآن نشوف أن الطريقة للآن هي أنسب طريقة للجميع، مو للاتحاد العربي، للاتحاد العربي، للفرق، للاتحاد الأهلية، للشركات الناقلة، للشركات الراعية، كل هذه المصالح كلها رأت من الطريقة الحالية وممكن يكون فيها تطوير في المستقبل. شكرا. شكرا سمعنا. احنا هناخد سؤالين بس، تفضل انت وبعد كده أنسة ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى جويلي، رئيس القسم الرياضي جريدة الوفد. يمكن اول سؤال اساله، يعني احنا بنتكلم عن البطوله العربيه وفي بطوله عربيه وتقام، اول حاجه لحد دلوقتي ما عرفناش الموعد طبعا، امتى الاجتماع اللي هيتم فيه تحديد الموعد النهائي للبطوله العربيه عشان الناس تعرف. تاني حاجه برضك بنتكلم عن البطوله العربيه، ما عرفناش ايه لائحه البطوله ونظام البطوله، هل نظام مجموعات، ايه النظام بتاعها. ثالث نقطه اتكلم فيها، طبعا مصر هتستضيف البطوله، كنت احب قوي اسمع المهندس هانا بوريدا يتكلمنا عن استعداد مصر، ظروف الموجوده في مصر حاليا، هل احنا مستعدين فعلا نستضيف بطوله بحجم بطوله عربيه وكاول بطوله وننجحها والملاعب والجماهير. يعني شكرا. السؤال الاول ما سمعته انا، بس الموعد ان شاء الله يوم 22/7 الى 6/8 تقريبا، 5 أو 6/8. المجموعه ثلاث مجموعات، كل مجموعه اربع فرق، يتاهل الاول واحسن ثاني من المجموعات للسيمي فاينل وفاينل بعد كذا. في حاجه زياده؟ قرعه ان شاء الله في اول مين، بيكون في ان شاء الله قرعه على المجموعات والانديه في المجموعات واماكن تواجدها ان شاء الله بتكون في القاهره في شهر 5 باذن الله. شكرا لكم، شكرا سمو الامير، شكرا للحضور على هذه الليله، وان شاء الله ليله مباركه ويوم جميل على الجميع. شكرا لكم.